ليش ما فكرت معك تتحرك؟ ما حدش يتحرك هون! وانت تعالي برا! تعالي برا هلا! يلا! وانت يا قمر تعالي هنا! تعالي يا قمر! علمي! علمي! احنا مش خارجين نتفسح! ده سطح مسدس! يا حسام انا بحاول اثبتها! اللي هيتحرك انا هضرب الانسه القمر دي بالمسدس! هو انتم وبعدين مسدس ايه اهبل انت هو فين اصلا ايه ده اسامه حبيبي المسدس بتاعي فين هو في العربيه وانا هشيل لك كل حاجه الله فيه ايه خد صرف نفسك بدوت وبال ما اروح انا اجيب بقيه المسدسات تروح فين يا حسام يا حبيبي انت خليك جنبي هنا انا هبعت غريب يجيبه يا غريب لا انا هنا مش غريب البواب انا شيرين ابو ها قصدي اني شريك معاكم خلاص يا عم انت بتزعق لنا ليه ولا الحوجه الامثالك قوم يا اسطى يا اسطى قوم خد ده مفتاح العربية اهو هتفتح الكبوت ها هتلاقي فيه ثلاث مسدسات هاتهم وتعال يلا يا حسام يا حبيبي انت بتعمل ايه يا حبيبي ما ينفعش كده روح انت هاتهم يلا يلا هتكشفنا حاضر اروح انا كل حاجة انا حاضر وبقول لكم ايه انا مش الفنان احمد حلمي ها ولا احمد حلمي في اكس لارج عشان عارف ان انتوا هتستظرفوا طبعا محدش يتحرك خصوصا الست دي كله اثبت مكانه محدش يتحرك اللي هيتحرك هقتل الست تعال تعالي هقتل البت دي الله ايه ده انتوا عصابه جوه العصابه ايه ده انت اهبل يا ابني ولا ايه اللي انت لابسه ده انت بتلبسني اعمل ايه ما لقيتش غيره يا وسيم البسه وسيم انت غبي يا ابني انت بتقول اسمي تحب اقول لهم ماشي يعني دلوقتي افضحك ماشي عليا وعلى اعدائي بقى ما تتهورش يا وسيم انا مش لوحدي محدش يتحرك من مكانه محدش يتحرك اثبت مكانك منك لو اثبت ايه ده المفروض انا اللي اقول كده مش انت انت لسه اخرس خالص لا ايه ده اخرس خالص ايه ده محدش يتكلم انا غير اللي هتكلم حموته ليه كده يا هضبه استهدوا بالله انتوا اتحاسبتوا بقى ولا ايه مش ممكن يا جماعه مفيش اي كرياتيفيتي بقول لك ايه دي فكرتها من الاول بس انت اللي قلوده قلوده الله يرحم كلب القرش ماشي يا بسيوني اهو لا وحدوا الله يا جماعه مش كده يعني لو انتوا جايين علشان تسرقوا يا ريت تخفوا نفسكم وتخلصوا عاوز الحق اجيب البت من الحضانه اسكتي انت ما تتكلميش انا مش فاهم هي ضاقت بيكوا يعني مفيش بنوك تتسرق غير ده على رايك يا اخويا ده حتى في بنك على اول الشارع اللي في ظهرنا وعاملين عروض وبيدوا قروض وعندهم فلوس متلتله هفرغ المسدس ده في زورك انجازي هات لنا الفلوس حاضر يا اخويا بسرعه ايه ده هو انا جاي اقبض الجمعيه فين الفلوس ما هي ايه ده هو ده البنك المميكن ولا ايه فين الرزم فين الخزن فين الفلوس يا اوليه الله هو ده مش بنك يا جدعان اللي احنا دخلناه ولا ده صدناوي ولا ايه بقول لك الخزنه فين اخلاصي الا ما انتوا بتتفقوا مع بعض مين فيكم اللي خاطفنا بالظبط عشان يعني اخاف منه واسمع كلام الخزنه جوه يا اخويا شيرين خدي بالك من المدام حسام حبيبي تعالى معايا يلا 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 جاي عزو يا خدني معاك مازو جايلك يا بطيخه يا عم روح اسرق مازو وعيالها